ولمناقشة تناقضات شركاء العملية السياسية حول الملف بقاء القوات الأمريكية في ظل حديث عن تخطيط أمريكي لتوسيع قاعدتها في العراق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، بحسب صحيفة ذا كرايدل، أمريكا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في محافظة الأنبار. كيف يمكن فهم نية أمريكا توسيع وجودها في العراق مع الرفض المتكرر للميليشيات والأحزاب السياسية لبقائها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين وللعاملين عليها. قضية القوم في السر ليس القوم في العلن، معروفة هذه القصة في العراق منذ فترة طويلة. الولايات المتحدة الأمريكية أتت إلى العراق ووضعت هؤلاء على سدة الحكم، وهي التي أسست هذه الميليشيات بطريقة أو بأخرى وباركتها وسلحتها وقامت بدعمها بحجج كثيرة. وهناك تخاذل ما بين الأحزاب الحاكمة في العراق لأنها أمريكا هي التي وضعتها في سدة الحكم وهي التي جلبتها من العالم، وهذا معروف، ليس اتهاما لأحد وإنما هذه الحقائق على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية عندما أعلنت تجديد الحماية للعراق قبل شهر أو أقل، هذا الأمر واضح لأنه لا يتم هذا البقاء القوات الأمريكية إلا بطلب حكومي عراقي، وهذه الحكومة هي مؤلفة من الأحزاب والميليشيات التي تدعي زورا وبهتانا مقاومة المحتل الأمريكي وتطالب بخروجه. نلاحظ أن هذا السيناريو بقى مكشوف، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية عندما تضع ثقلها في العراق وتحمي هذه العملية السياسية بالرغم من اعتراض العالم كل على وجود الميليشيات هذه والتناقضات الإعلامية وأن هناك هذه الميليشيات تقوم بعمل ضد الولايات المتحدة الأمريكية وعمليات هنا وهناك، ولكن واقع الحال على الأرض أن السفيرة الأمريكية تجوب بغداد وتجوب المحافظات وهي التي تنسق هذه الأمور بكل سلاسة، ولم يعترضها أحد لا من الأحزاب ولا من الحكومة، بس لا العكس، هم مطيعون جدا. والولايات المتحدة الأمريكية عندما توسع قاعدتها في العراق، داعش وهذه الحجة هي حقيقة سلاح أمريكي إيراني بامتياز، لأنه أين وجهت هذه الجهة؟ وجهت إلى المناطق التي انطلقت منها المقاومة العراقية والتي أتمت أمريكا والتي أملت دكتور دعنا هذا الدليل على أنه لم تكن هناك الميليشيات التي تدعي المقاومة، لم يكن لها وجود، وهم تبعوا فتوى عدم محاربة المحتل الأمريكي. نعم. سواء كان من إيران أو من المراجع العراقية. لكن دكتور، من ناحية أخرى، بماذا تفسر هذا التحول الأمريكي؟ هل هو أصلا تحول أمريكي في الرغم من الانسحاب من العراق إلى زيادة عدد قواعدها وبناء قاعدة جديدة؟ الكلام الولايات المتحدة الأمريكية عندما أتت إلى العراق قالت نحن لن نخرج إلى 50 عام، هل أليس كذلك؟ نعم. هذا واحد، لولا المقاومة العراقية لما انسحبت القوات الأمريكية بهذا الحجم. لكن بعد أن كثرت المؤامرات على العراق والولايات المتحدة الأمريكية تضع كل ثقلها لحماية القائمين على الفساد في العراق، لماذا؟ يعني لا تريد نظام دولة، وبالتالي هذا الصراع الإعلامي ما بين إيران وميليشيات إيران الولائية وأمريكا، هذا صراع ليس صراع مبدئي وإنما صراع مصالح. عندما تحقق أمريكا ما تريد هذه الميليشيات من الكسب المالي والسرقة، وكما تفضلتم شركة المهندس، يعني لماذا لا تمنح شركات أخرى مماثلة للجيش العراقي؟ لماذا الحشد وحده يمتلك هذه الصلاحية؟ إذا هناك عمليات رشوة من الدولة للميليشيات لكي تنفذ أمريكا ما تريد بأمر حكومي. لماذا الرضا الحكومي لما جددت لو هناك حكومة عراقية بمعنى الانتماء لرفضت الوجود الأمريكي بعد 20 سنة من الاحتلال، لكن هذا لم يحصل. لماذا اختارت أمريكا الأنبار دكتور لبناء قاعدتها الجديدة؟ الأنبار هي، شوف، الأنبار لها عاملين. العامل الأساسي أن المقاومة العراقية انطلقت ابتداء من الأنبار،
والولايات المتحدة يمكن تعرف هذا الشيء جيدا، إضافة إلى رقعة جغرافية لمحافظة الأنبار، وما تخطط له الولايات المتحدة الأمريكية من استغلال موارد هذه المحافظة، ووجود الولايات المتحدة الأمريكية في غرب العراق للسيطرة وتسهيل عملية التغلغل الإيراني بشكل خلينا نقول بشكل سلس الى هذه المناطق، والا قاعده الاسد موجوده في الانبار والميليشيات موجوده في الانبار، لماذا لم تقوم الميليشيات بضرب قاعده الاسد او اخراجها من الانبار اذا كان هم فعلا ضد الولايات المتحده الامريكيه؟ هناك تخادم مصالح ايراني امريكي في العراق، ولا ننسى بانه لماذا الانبار؟ هذا هو السؤال الكبير، هل هناك عامل اقتصادي؟ هل هناك مظاهر ابتزاز لما يسمى المشروع الاقتصادي في استخراج الغاز من صحراء الانبار؟ او وجود الولايات المتحده الامريكيه تكون قريبه على الوجود الروسي في سوريا؟ كل هذه الاجابات ممكنه، لكن حقيقه الامر أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إذلال الشعب العراقي على القدر التي تساند فيه هذه الحكومات المتهالية التي أثبتت للعالم كله. من ناحية أخرى دكتور من ناحية أخرى لو سمحت، كيف يمكن قراءة مواقف المسؤولين، بعض المسؤولين الحكوميين الذين يدعون في العلن إلى الانسحاب الأمريكي من العراق، بينما يؤيدون بقائها بحسب معهد واشنطن للدراسات؟ تناقض؟ يعني نعم، الجواب واضح أخي، الجواب واضح، لأن هؤلاء القوم في السر ليس القوم في العلن. نعم. هم يؤيدون الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أتى بهم ويحميهم ويحمي كراسيهم ويحمي فسادهم ويسهل عمليات السرقة لهم الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يريدون أن يضحكوا على دخول الشعب العراقي بالعلن، يقولون نحن كذا وكذا، هذا الاستهلاك المحلي الذي أصبح مكشوفا. أما في حقيقة الأمر لولا هؤلاء لما تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من البقاء في العراق أو حتى احتلال العراق، لأنه هم أدوات الاحتلال هذه الأحزاب التي أتت بها أمريكا. لولا هذه الأحزاب التي هدمت وسرقت وقتلت من العراقيين أكثر مما قتلها الأمريكان لما أصبح العراق إلى هذا الحال. أما القول بأنه نحن نقاوم، فهذا الكلام كله أصبح من الأشياء المخجلة والمخزية التي كشفت عورة هؤلاء، لأنه السوداني عندما ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أعطى الولاء لأمريكا مجددا، وهو من هو. ماذا عن الميليشيات دكتور؟ الميليشيات التي كانت ترفض وتصرخ ليل نهار باستمرار بقاء القوات الأمريكية، اليوم لا يسمع لها صوت بعد تسنم السوداني لرئاسة الوزراء. لأنه عمليات الرشوة المالية وأعطاها ماذا تريد، دخلوهم كشركاء في السرقة من المال العام، وسهلوا لهم عمليات الابتزاز للشعب العراقي، وهذا معروف، يدخلون في كل شيء الآن. يعني هذه المطالبات ليست مبدئية، أنا قلت أن المبادئ لا تحكم هنا في العراق. أهل المبادئ الذين قاوموا المحتل الأمريكي الحقيقي لا يزالون يقضعون في السجون الميليشيات وسجون الحكومة التي تدعي العداء لأمريكا من ضمن هذه المسؤولين. الذين قاوموا المحتل الأمريكي واحتجتهم القوات الأمريكية لأنهم كانوا يقومون بعمل مقاوم ضد الولايات المتحدة، لا يزالون لحد هذه اللحظة في سجون ما تسمى الحكومة العراقية. لو كانوا هؤلاء فعلا مقاومين الأمريكان كما يدعون ويريدون خروج الأمريكان، لماذا لم يطلقوا سراح هؤلاء الشرفاء؟ إذن العملية ليست عملية ادعاء، وإنما واقع الحال يشير إلى عكس ذلك تماما. الميليشيات أسست للنهب والسلب وخدمة المشروع الإيراني الأمريكي في العراق، وقد أوغلوا في تدمير المناطق التي انطلقت منها المقاومة العراقية بأبشع صورة، بحماية أمريكية وبجهد أمريكي وبتسليح أمريكي لحد هذه اللحظة. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في أن تكون هذه وتعلم هذه الميليشيات حقيقتها مبدئية، نعم، بأن لا تريد وجود الأمريكي في العراق، لما أبقتها ساعة. أشكرك جزيلا، قادرة على أنه نعم تقضي على هؤلاء. أشكرك جزيلا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، كنت معنا من عمان.